السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري. كذلك راح نشارك معكم اخبار مختلفه سنتطرق اليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون المره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا على السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. نبداو مع الذاكره بدون اطاله بالخبر الاول، واللي يتعلق بنادي الاهلي السعودي وقائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز لاعب نادي اهلي جده السعودي. طبعا رياض محرز مؤخرا تعرض لاصابه وسط ضجه اعلاميه كبيره جدا هنالك في السعودية بسبب أنه تعرض إلى تسمم غذائي، وطبعا رح نقرأ لكم التقارير السعودية باختصار شديد ونعود إلى موضوعنا. طبعا عنورت العديد من الصحف السعودية ليلة أمس وصبحية هذا اليوم أنه رسميا تعرض إلى يعني رياض محرز إلى إصابة بتسمم قبل مباراة الأهلي ضد التعاون في دور الروشن السعودي، حيث هذا اللاعب تعرض إلى إصابة بتسمم غذائي، وارتاد رياض محرز أحد المطاعم السعودية وهنالك تعرض لهذا التسمم، حيث أصيب بجرثومة في المعدة بعد تناوله إحدى الوجبات في يعني المطاعم المحلية هنالك في السعودية. وذكرت وسائل الإعلام السعودية أن رياض محرز أصيب بوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى مباشرة، وكان مهدد بالغياب عن مباراة اليوم، ولكن حالة رياض محرز لم تكن خطيرة. وطبعا بالرغم من أنه كان مهدد بما يلعبش هذه المباراة، إلا أنه كان كلاعب أساسي في المباراة اللي جمعت بين نادي الأهلي وكذلك نادي التعاون. رياض محرز أساسي هو وروبرت فيرمين وماكسيمان على مستوى الثلاثي الخط الهجومي، وبالعكس رياض محرز قدم يعني مستوى كبير جدا وكان رجلا للمباراة في هذه المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفين. رياض محرز رجلا للمباراة بتنقيط 8.4 من ضمن 10. رياض محرز صاحب الأسيست للهدف الأول لنادي الأهلي السعودي، حيث لمس الكرة 55 مرة وصنع 5 أو 6 فرص سانحة للتسجيل. رياض محرز قدم مستوى كبير جدا جعله يتوج رسميا بلقب أفضل لاعب في هذه المباراة، ورح يكون أيضا في التشكيلة المثالية للجولة السادسة من الدوري الروشن السعودي. هذا بالرغم من أنه تعرض لوعكة صحية ليلة أمس، ويعني كان في المستشفى ليلة أمس، إلا أنه لم يفارق الملاعب، بل أنه قدم مجهود مضاعف وقدم مستوى كبير جدا وتحصل على تنقيط 8. طبعا رياض محرز كما قلنا كان صاحب الأسيست في الهدف الأول، حتى نادي الأهلي أشاد به قائلين الهدف الأول برأس عبد الباسط وصناعة من فخر العرب رياض محرز. وطبعا هذا الهدف يذكرني كثيرا بالهدف اللي سجله المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب السنغال في المباراة الودية، صراحة نسخة طبق الأصل تقريبا، تختلف المسافات ولكن السيناريو واحد. رياض محرز يعني سدد مخالفة مع المنتخب الوطني الجزائري مليمترية فوق رأس فارس شايبي التي دخلت يعني في مرمى إدواردو مندي لاعب حارس مرمى منتخب أسود التيرانجا. ونفس الشيء اليوم رياض محرز أعزائي الكرام أعاد الكرة في المباراة اللي جمعت بين نادي الأهلي وكذلك نادي التعاون، وأعطى لهم أيضا أسيست من طبق على ذهب أعزائي الكرام بمليمترية فوق رأس لاعب نادي الأهلي السعودي والذي لمسها ودخلت المرمى مباشرة. فرياض محرز اليوم قدم مستوى كبير جدا وكان أيضا يعني حديث الصحافة هنالك في السعودية، كما قلنا بالرغم من أنه ليلة أمس كان في المستشفى، إلا أنه لم يفارق الملاعب، بل أنه قدم مستوى كبير جدا وكان رجلا للمباراة. المباراة كانت صراحة قوية بين الفريقين، شفنا كروت حمراء، شفنا أيضا إصابة بعض اللاعبين، فلهذا المباراة كانت صعبة كما قلنا على الفريقين، ولكن في نهاية المطاف نادي الأهلي وبمساهمة من رياض محرز يعني جعلهم في المرتبة الثالثة في الدوري الروشن السعودي. طبعا حاليا نشارك معاكم تصريحات رياض محرز أعزائي الكرام بعد المباراة، أين طمأن الجماهير بخصوص تلك الوعكة الصحية، حيث صرح قائلا: فعلا لقد كنت في المستشفى ليلة أمس وأصبت بتسمم غذائي بعدما تناولت طعاما سيئا، لقد شعرت بتحسن صبيحة اليوم وقررت المشاركة من أجل مساعدة فريقي في مواجهة اليوم. يعني رياض محرز ما كانش راح يتغيب يعني لمدة طويلة، بل أنه شعر بعدما أن شعر بتحسن مباشرة عاد إلى فريقه. هذا وبالرغم من أنه العديد من المنابر الإعلامية أكدت غياب هذا اللاعب عن مباراة نادي الأهلي هذا
اليوم. فبهو رايكم اعزائي الكرام في الاداء الذي قدمه رياض محرز اذا شاهدتم المباراه بطبيعه الحال. ننتقل حاليا الى بعض الاحصائيات التي تتعلق بالدور الانجليزي الممتاز ومتعلقه ايضا بنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. كما يعلم الجميع رياض محرز بعدما ان انتقل من نادي مانشستر سيتي الى نادي اهلي جده السعودي حطم ارقام قياسيه هنالك في الدوري الانجليزي الممتاز، والرقم الذي حطمه اعزائي الكرام وكان يحمله ويحوزه رياض محرز قبل الانتقال الى نادي الاهلي السعودي هو ان رياض محرز كان اكثر اللاعبين افارقه تحقيقا للاسيستات في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. ولكن سرعان ما انتقل رياض محرز الى نادي الاهلي السعودي توقفت تلك السلسله اعزائي الكرام وتلك الارقام اللي حطمها رياض محرز، فتجمدت بعد خروجه من فريق نادي مانشستر سيتي واتى اللاعب الفرعوني محمد صلاح وحطم رقم رياض محرز. طبعا محمد صلاح اصبح اكثر لاعب افريقي يصنع اهدافا في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 63 اسيست متخطيا الجزائري رياض محرز الذي كان في رصيده 61 قبل الانتقال الى الدوري السعودي. طبعا دروغبا كان اللاعب الافريقي الوحيد الاكثر صناعة للاهداف في البريمير ليج، جاء رياض محرز ونجح في كسر رقمه التاريخي متجاوزا هذا الفيل الايفواري. من بعدها الان يعني محمد صلاح نجح في كسر الرقم القياسي الخاص برياض محرز وتربع على القمة منفردا ب 63 اعزائي الكرام اسيست قدمهم محمد صلاح في الدوري الانجليزي الممتاز. فصلاح في المرتبة الأولى، رياض محرز في المرتبة الثانية، وديدي دروغبا في المرتبة الثالثة. وبما أن محمد صلاح ما زال باقي مع نادي ليفربول هذا الموسم فالحصيلة راح تتضاعف في قادم المواعيد، وسينفرد أعزائي الكرام في الصدارة بأسيستات كثيرة، وهذا الرقم يعني سيتمدد أكثر وأكثر. على كل حال ننتقل حاليا إلى الخبر الموالي. طبعا بعض الضجة الإعلامية الكبيرة الأخرى التي تعلقت بأمين غويري، أين بالماضي أكد لنا خبر أنه أمين غويري غير جنسيته من الفرنسية إلى الجزائرية ورح يكون حاضر مع المنتخب الوطني الجزائري في الفترة القادمة، إلا أن يعني إدارة نادي رين الفرنسي أكدت العكس وأكدت باللي أنه لحد الساعة أمين غويري لم يعلن قراره باش يمثل المنتخب الجزائري أم المنتخب الفرنسي. وبعد تلك الضجة الإعلامية الكبيرة وذلك الضغط الكبير على أمين غويري، اليوم خرج مدرب نادي رين الفرنسي وأكد لنا معلومة أخرى. طبعا صرح قائلا هذه الأشياء لا أستطيع التدخل فيها، يعني اللاعب شرح اختار المنتخب الجزائري أو العكس، قال هذه الأشياء لا أستطيع التدخل فيها، ليس لدي أي معلومات، فهي في المقام الأول اختيار شخصي لأمين غويري، إذا لزم الأمر واختار اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري فسوف نتكيف عندما يلعب في كان 2024 ويجب أن نعمل على ذلك، لكن أمين غويري لم يخبرني عن تغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية. كما قلت لكم ليلة أمس أعزائي الكرام ممكن أن أمين غويري لم يخبر إدارة نادي رين الفرنسي ولا حتى المدرب أو ولا حتى زملائه في الفريق لأنه متخوف حسب ما أكد لنا يعني رومين مولينا سابقا أن اللاعبين هذو مزدوجي الجنسية كي يختاروا منتخب عكس منتخب فرنسا يعني راح يديروا لهم عقوبات. وطبعا بعد الخبر اللي انتشر مؤخرا في الإعلام الفرنسي باللي أنه أمين غويري غير الجنسية من الفرنسية إلى الجزائرية، كانت هنالك بعض المناظر الإعلامية في فرنسا تحرض إدارة نادي رين الفرنسي من أجل معاقبة أمين غويري، وهذا الأمر لا يصح لأنه هو حر به يختار المنتخب الذي يعني يختاره عن قناعة، هو اختار المنتخب الوطني الجزائري حاليا ولكن الإعلام كان عنده رأي آخر حابين يمثل المنتخب الفرنسي وفقط. ورومين مولينا سابقا أكد لنا بلي أنه هنالك العديد من اللاعبين يتعرضون للضغوطات من طرف المدربين نتاعهم كيشوفوا أنه هؤلاء اللاعبين ما راحش حابين يمثلوا منتخب فرنسا وراهم يعني حابين يمثلوا منتخبات أخرى غير المنتخب الفرنسي. ولكن عجبني تصريحات المدرب كي قال بلي انه اذا اللاعب اختار المنتخب الجزائري ما راحش نمنعه باللعب مع منتخب الجزائر في الكان وسنجد حلول لتعويض هذا اللاعب في الكان المقبل. هذا هو الشيء اللي كنت باغيه اعزائي الكرام. الاداره يعني كان عندها راي اخر ولكن المدرب مدرب الفريق عنده راي اخر، يعني اذا راح حاب يلعب مع المنتخب الجزائري فربي سهل عليه، هكذا اكدها المدرب وانه سيجد حلول خلافه لامين غويري. على كل حال هذا التصريح يطمئن بالماضي قبل اشهر من بدايه يعني كان 2024. ننتقل الان اعزائي الكرام الى الخبر الموالي واللي يتعلق ببيب غوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراه اليوم التي لعبت امام نادي ويست هام ونادي مانشستر سيتي. بيب غوارديولا عاد الى الحديث عن رياض محرز ويؤكد حسرته مره اخرى لضياع هذا اللاعب من فريق نادي مانشستر سيتي، حيث صرح قائلا كانت ستكون هنالك مشكله اذا رحل كيل والكر بعد إيكاي غاندوغان،
في النهاية لم نتمكن من الاحتفاظ به، ورياض محرز أيضا لم نتوقع رحيله أيضا. خسارة برناردو وكيل والكر كانت ستكون مشكلة كبيرة جدا جدا لنا. فهنا المدرب لحد الساعة ما زال يتباكى الذاكران بخصوص يعني انتقال رياض محرز من فريق نادي مانشستر سيتي إلى نادي أهل جدة، ويؤكد مرارا وتكرارا أنه فاجأ الجميع في نادي مانشستر سيتي برحيله، لأنه كان يتمنى البقاء في نادي مانشستر سيتي، بالضبط مثل ما أكد كايل والكر في الأونة الأخيرة بعدما أن جدد العقد نتاعه إلى غاية سنة 2026. اللاعبين إذا راح يتعرضوا يعني إلى يعني وعود كاذبة من المدرب الخاص بهم، أو أيضا يتعرضوا لخذلان متواصل من المدرب الخاص بهم، راح يتخلوا عن الأحلام نتاعهم ويخرجوا من الفريق مالغري أنه يكونوا يلعبوا في فريق الأحلام اللي كانوا يحلموا به يعني كي كانوا صغار. فلهذا لازم يتحصلوا على معاملة جيدة باه يبقاو. ورياض محرز ما تحصلش على المعاملة الجيدة من طرف بيب غوارديولا، خذله كذا من مرة، فلهذا قرر الرحيل وصدم الجميع، لأنه كانوا يشوفوا أنه رياض محرز عنده ولاء كبير لمانشستر سيتي، ولكن في نهاية المطاف يعني رياض محرز خرج كما ما توقعش الزيكرام، حتى صدم الفريق. ولحد الساعة بيب غوارديولا يردد أنه ضيع رياض محرز مشكلة كبيرة لفريق نادي مانشستر سيتي. بالنسبة لنادي يعني الأمسية يعني مولودية الجزائر عزيزي كرام، بلايلي افتتح عدد تسجيله اليوم في البطولة الوطنية بهدف في مرمى نادي بن عكنون، وطبعا هذا الهدف يعني كثيرا للاعب أولا، وثانيا للكوتش جمال الماضي الذي أكد أنه ينتظر عودته بفارغ الصبر، وأنه سيراقب البطولة الوطنية يعني من أجل يوسف بلايلي، وأيضا مراقبة اللاعبين الآخرين للعودة إلى المنتخب الوطني الجزائري. يوسف بلايلي سجل هدف في الدقيقة 71، وهذا الهدف مهم جدا يعني من أجل استدعائه وعودته إلى المنتخب الجزائري في قادم المواعيد. بعد فوز يعني اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي، كانت هنالك بعض التصريحات يعني لباتريس موتسيبي، أكد من خلالها قائلا: الكرة الجزائرية عليها أن تفتخر بهذا الإنجاز، إنها منافسة قوية، ودائما نعلم أن الكرة في مصر والجزائر ومنطقة شمال إفريقيا جيدة. الجماهير الجزائرية عليها أن تفتخر بهذا الإنجاز، وأهنئ الجزائر وأتمنى لها كل التوفيق. سنعلن عن قريب عن البلد المنظم لكأس أمم إفريقيا، ونحن ننتظر تقرير لجنة التقييم المستقلة، وراح نشوفه يعني راح مبينين شكون اللي راح يفوز بتنظيم الكان، ولكن راح ننتظر وراح نشوفه، وما راح تكون مفاجأة صراحة. كذلك صرح قائل: المسؤول الكرة الجزائرية سيحضرون الملتقى عند الكشف عن تقييم اللجنة، واتحاد العاصمة يستحق التتويج بالكأس السوبر الأفريقي، وعليهم وعليكم أيضا أن تفتخروا بهذا. طبعا أعزائي الكرام كانت هذه آخر أخبار اليوم، فكتبونا رأيكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.